عايش جن هنيئني عايش جلسه الحمد لله ان شاء الله مبروك يا عايش ان شاء الله معانا ربي يا عايش خلي الله أنا الحقيقة نعتبر أن الحملة الانتخابية اللي قمت بها حملة ناجحة، حملة انتخابية نظيفة، قمت بها معناها باتصال مباشر مع المواطنين، ركزت على الاتصال المباشر أكثر من الاجتماعات، لأني ريت وأنه الفايدة بالنسبة لي أنا تحصل وقت اللي نبدأ قريبة من المواطنين يسمعوني ونسمعهم أكثر من نعمل اجتماع عام ونبدأ نخطب ونتكلم ولكن ما نتوصلش عن قرب مع الناس. أنا اليوم نقول في كل الأحوال انتصرت المرأة التونسية، انتصرت فعلا المساواة بين الرجل والمرأة، لأنه هذا مهم برشا بالنسبة لي أنا، ومهم أنه نغير العقلية في حد ذاته، تغيير العقلية انتصار. اليوم نتصور بترشح اليوم باش يولي أسهل على النساء في المستقبل باش تلقى مكانتها في المواقع السياسية المتقدمة وباش تترشح. وأمنيتي أني نلقى برشا نساء اللي عندهم الكفاءة والجدارة والقدرة في الأيام المقبلة تترشح في الانتخابات البلدية وفي غير الانتخابات البلدية. أنا قلت وأنه عيب على من يطلب من كرتون كانوا الانسحاب من المعركة الانتخابية، لأنه أول امرأة توصل أنها تترشح المفروض أن ندعمها وما نطلبوش منها باش تخرج من السباق لأي سبب كان. هذا من جهة، ومن جهة أخرى بلغت للناس اللي يعتقدوا أنه في خروجي أو انسحابي ممكن يعني فما حروب أخرى، الانسحاب الهمامي تكبر، نقول لهم أنا أول حاجة أنا مستقلة وأحترم كل المترشحين ولا أنسحب لفائدة أي مترشح لأني أنا مستقلة. واللي ما يفهمش معناها مستقلة، معناها لو أنسحب لفائدة أي مترشح كان بيكون فقدت استقلاليتي. شوف أنا بقدرة ربي إذا فزت باش نكون في الرئاسة، ما فزتش نرجع نخدم على روحي قاضي، أهتم بملفاتي كما كنت قبل، ما عنديش نية لا لإنشاء حزب ولا للدخول لأي حزب، لأني معنى العمل الحزبي ما يستلهمنيش برشا. كمستقلة أنا ديما باش نبقى ندافع على الحقوق والحريات كلما أتيحت لي الفرصة. هو حربها من أجل حرية استقلالية القضاء، خاطر أنا من الناس اللي أمنوا اللي أول بيلي للديمقراطية هو استقلال القضاء. يعني بليش قضاء مستقل في أي بلاد ما ينجمش يكون عنا ديمقراطية. نعرف اللي ما عنديش حظوظ كبيرة، ولكن نعرف زيدا اللي الشعب التونسي إيس كون أبيل لماجوريتي سيلانسيوز، الأغلبية الصامت، هي ما نلقاوهيش في فورسيمون على الشبكة التواصل الاجتماعي، اللي هي ما يدقوش عليها كي يجيو يعملوا الاسمو لي سونداج، اللي ذو مانيس ينجموا يخلقوا المفاجأة. امكانيات مهمه في حمله انتخابيه، لكن من ناحيه الرمزيه سي ميساج تري تري فور، والميساج هذا عرف يحكي ويخاطب مجموعه من وخاصه الشباب اللي هما
يحسوا في رويحهم بعاد على السياسة، عندهم إحباط، إحساس بإحباط كبير من 2011، واللي مازالوا يؤمنوا اللي فما إمكانية نتاع تونس تمشي في ثنية اللي هي خيار ثالث. خيار ثالث اللي هو يقعد ديما راهو رومانسي ياسر و سي دو الإيدياليزم دو رومانتيزم. أما كلثوم كانو عطات إجابة للناس هذوما، الناس اللي أنا منهم، معناها جو في بارتي منهم، اللي ميساج خلي أون إيساي دو تراسي أن شوما نصوروها ثنية حتى كان مش موجودة، ميساج نصوروها. عندك زاد مع كريم قالك زعما وين نمشي؟